الوداد البيضاوي بعد الاقصاء ديالو من تشامبيونز ليغ وكذلك التراكم ديال المقابلات، كنظن اننا دخلنا بطريقه جيده في المقابله، درنا الضغط العالي على فريق الوداد البيضاوي، ما خليناهمش انه يلعبوا. كنظن نقطه التحول بالنسبه لنا حنا هي الورقه الحمراء، لان كان واحد شويه ديال التراخي من اللاعبين ديولي، المساله اللي ما عجبتنيش. من بعد في الشوط الثاني حاولنا اننا نغميو بالاوراق الهجوميه، لان تحولنا من السيستيم ديال 4 3 3 ل 4 4 2، يعني بجوج ديال المهاجمين. كنظن اننا درنا فرص، كانت ثاني حل تسجيل وحده بن طيب وحده ياسير الزبيري، بكل صراحه ضيعنا جوج ديال النقاط اليوم، مي كتبقى نقطة خارج الميدان ضد فريق الوداد البيضاوي كتبقى نقطة إيجابية. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر الشباب الدولي، لأن بكل صراحة رغم قلة التجربة ديالهم أنه بينوا واحد الشخصية اللي هي كبيرة في المقابلة.